الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثلاث عناوين: العنوان الأول حل المجلس العلمائي، العنوان الثاني الإعلام الثوري، والعنوان الثالث ماذا يفعل الشعب أو الشعب صاحب القرار. في العنوان الأول حل المجلس العلمائي الذي يفرض نفسه كعنوان رئيسي في هذا الأسبوع تحت مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المجلس العلمائي هذا الذي تم حل بقرار من المحكمة ومصادرة أموالها؟ مجلس العلماء هو عمل تنسيقي لتنظيم وتنسيق الوظائف التي يقوم بها علماء الدين من أتباع المذهب الشيعي. ماذا يقوم، ما هي الوظائف التي يقوم بها علماء الدين أتباع المذهب الشيعي؟ يقومون بالدعوة، الإرشاد، شرح المفاهيم الدينية وفقا لمذهبهم، من عبر الصلاة، عبر الخطابة، عبر الكتابة، عبر تعليم أبنائهم صلاتهم، صومهم، خمسهم، زكاتهم، أحكامهم الشرعية. هذه الوظائف هل يمكن أن تخضع وتكون قابلة إلى موافقة السلطة أو رفض السلطة؟ هل قابل بالنسبة إلينا في الواقع، بالنسبة إلى بقية الأديان بالكامل، بقية المعتقدات، هل خاضعة مسألة قيام القس أو قيام المسؤول الديني المسيحي أو اليهودي أو الهندوسي، هل خاضع قيامه بتعليم ديانة معتقدة إلى أتباع، هل خاضع إلى موافقة السلطة؟ وإذا السلطة ما وافقت يكون ممارستها إلى دورة في إيصال الإرشاد الكنسي أو الإرشاد النابع من الديانة اليهودية أو الإرشاد النابع من الديانة الهندوسية أو البوذية، هل هذا خاضع إلى موافقة السلطة؟ هناك تقدم إنساني أبرز حدث في عقيدة الإسلام عندما أقرت فكرة احترام الأديان التي سبقتها. هذا أول تقدم بهذا الحجم. ثم مضى المسار البشري في هذا الأمر وتصاعد إلى احترام مختلف العقائد، حتى العقائد البشرية والديانات البشرية، وتم التباني في المنابر العالمية، المؤسسات العالمية، على أن المعتقد حق ولا يجوز مصادرة المعتقد، عند ما دام هذا المعتقد ما يعتدي على الآخرين ما يجوز مصادرته، ما يجوز منعه، من حقه أن يمارس عقيدته بناء على قناعاته. فالأعمال التي يقوم بها رجال الدين علماء الإسلام من المذاهب المختلفة، منهم المذهب الشيعي، أو يقوم بها علماء المسيحية أو رجال الدين المسيحيين أو غيرهم، ها
هذا نوع من الأعمال يعتبر لصيق، ما ينفك عن فكرة حرية العقيدة. من تقول في حرية عقيدة، إذا لازم تسلم إليه بحرية ممارسة العقيدة. إذا أقريت بحرية العقيدة وممارسة العقيدة، ما تجي تتكلم في أنه كيف ينظم نفسه في ممارسة هذه العقيدة ما دام ما يعتدي على الآخرين. إذا اعتدى على الآخرين، إذا تعدى حدوده، إذا أضر بالآخرين، في قضاء وقف عن هذا الإضرار أيا كان، كان دين بدعوة، دين كان بدعوة، عادات بدعوة، تقاليد بأي دعوة. في أيضا شيء مستقر، حرياتك وحقوقك ما تصل إلى حد التعدي على حقوق وحريات الآخرين، ضوابط إنسانية عامة. فأمثال مؤسسة المجلس العلمائي هي وجود متلازم بحق العقيدة، فلا يمكن أن نقول بحرية العقيدة ونمنع هذه الممارسات، ما في منطق. أنت حقيقة تروح، أنت قاعد صادر حرية العقيدة بمصادرتك إلى ممارسات هذه الحرية من العقيدة. أمثال هذه المؤسسة موجودة في الدنيا على الإطلاق، كل دول العالم وبحسب تكوينها الديني العرقي الثقافي الفكري، كل دول العالم هذه المؤسسات المرتبطة بطبيعة الإنسان، عقائد ماله، عرق ماله، لا يجوز وضعها للمساومة والقبول والرفض من قبل السلطات، ما هي خاضعة إلى هذا. في حقوق أولية أساسية ما يتم النقاش حولها، ما في نقاش حول حق الحياة إلى أي عرق، حق الحياة إلى أي عرق ما في نقاش حوله، حق الحياة لأي إنسان ما في نقاش حوله، أيضا حق المعتقد ما في نقاش حوله، حق المعتقد ما في نقاش حوله، حق ممارسة المعتقد من دون الإضرار بالآخرين ما في نقاش حوله. هاي الدنيا تشدي ماشية. لذا أمثال مؤسسة المجلس العلمائي موجودة في كل بلاد العالم، ولا يتوقف وجودها على موافقة سلطات تلك البلدان، لأن هذه المؤسسات مرتبطة بالشؤون العقائدية للإنسان، فهي حق أصيل لا يخضع لمبدأ الرفض والقبول من السلطة. وأي سلطة تقوم بقمع أي فئة اجتماعية في التبت، في مكان، في كذا، يقولون لها ما يجوز، يجب أن يتمتعوا بحقهم في عقيدتهم وممارسة عقيدتهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أو المحور الثاني، علاقة المجلس العلمائي وأشباهها من المؤسسات بالشأن العام. أشباهها شنو؟ أشباهها غير المؤسسة السياسية في هذه النقطة، هو يتشابه مع غيره من غير المؤسسات السياسية. فالمجلس العلمائي أو جمعية الأطباء أو جمعية المحامين أو جمعية المعلمين أو الاتحاد العام لعمال البحرين أو 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 أو، هاي مو مؤسسات سياسية، هذه مؤسسات عندها وظائف تقريبا متخصصة. جمعية المعلمين تتخصص في مسألة متابعة الشأن التعليمي، ما يرتبط بالمدرسين، ما يرتبط بالطلبة، ما يرتبط بالمناهج، ما يرتبط بمكانات الدراسة، المدارس وما شابه ذلك. زين، هذه المؤسسة التعليمية، الدينية، الاقتصادية، غرفة التجارة، غيرها، لما تحدث زلزال في البلد، يحدث نكبة في البلد، تحدث أزمة اقتصادية، تحدث ثورة كما هو الواقع الآن، شو علاقتها بهذا الوضع؟ سكون الباب يقولون ما لنا علاقة بالمطلق، وإلا كونهم جزء من هذا المجتمع يتفاعلون التفاعل الطبيعي إلى الوجود الفردي والوجود الاجتماعي إلى المؤسسات، ما يتحولون إلى مؤسسات سياسية، لكن
يقولون إلى الشباب الموجودين في التحرير إحنا نأيدكم ومن حقكم التظاهر وتمسكوا بالأطر السلمية وتمسكوا بالوحدة الوطنية، ولا ممنوع على الأزهر أن يقول هذا الكلام؟ ممنوع على الكنيسة القبطية أن تقول هذا الكلام على التحرير لو مسموح؟ الفكرة شنو؟ فكرة تقول بأن المؤسسات أيا كان نوع هذه المؤسسات، ونتكلم الآن عن المؤسسة الدينية، أن من حق البابا أن يقول أنا قلبي على سوريا وأنا أتمنى أن يعم السلام في الأراضي السورية وأن يعم السلام بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، وأن يعبر عن هذه الرغبة وأن يدعو بهذه الرغبة وأن يتضامن مع الناس الذين يطالبون بالحرية والعدالة والمساواة. والمجلس العلمائي ما عنده شيء آخر. شفتوا عند المجلس العلمائي برنامج سياسي داخل انتخابات المجلس العلمائي؟ عنده مطالب سياسية المجلس العلمائي؟ ما عنده شيء، ومو وجهة سياسية، ولم يمارس السياسة بالمعنى المتعارف في ممارسة السياسة. ما قاعد يحشد الناس إلى برنامج سياسي عنده، ما عنده شيء. هو منتمي إلى شعب، هذا الشعب يطالب بالعدالة بالحرية بالمساواة بالحقوق الإنسانية اليوم المستقرة، يقول أنا مع هذا الشعب. جمعية الأطباء تقول أنا أيضا مع هذا الشعب وأعالج جرحاه. جمعية المحامين تقول أنا مع هذا الشعب وأدافع عن معتقليه. جمعية المعلمين تقول أنا مع هذا الشعب وأتفاعل من موقعي أيضا. هذا كل القصة، هذه كل القصة. فإذا أردنا أن نأخذ المجلس العلمائي بجريرة أنه يتفاعل مع مجتمع ماله وينتمي لمجتمع ماله وينتمي إلى تطلعات هذا المجتمع نحو الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، يكون نسكر وراه الفاتيكان أولا، نسكر بعدين أزهر، ونسكر حوزة النجف وحوزة قوم وسائر المراكز الدينية في العالم، سائر المراكز الدينية في العالم. السؤال الثالث أو المحور الثالث: لماذا تم الاعتداء على المجلس العلمائي؟ تم الاعتداء على المجلس العلمائي لأنه مؤسسة مستقلة، وفي البلاد الدكتاتورية البوليسية ما تقبل بوجود المؤسسات المستقلة، أي مؤسسة مستقلة. ما يتراكب النظام الاستبدادي مع فكرة المؤسسات المجتمع المدني المستقلة، ما يتراكب. لذا تشوف المؤسسة الدكتاتورية في كل البلدان. واحد من المؤشرات الواضحة حركة وحرية المجتمع المدني. في البلاد غير الديمقراطية ما في حرية وحركة للمجتمع المدني، دائما يسعى النظام غير الديمقراطي للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني وإلحاقها بالرؤية الرسمية. فمو من الآن بس، من الثورة، قبل الثورة يحل جمعية المحامين وعين إليها لجنة معينة، ويلاحق مختلف المؤسسات الأهلية المعبرة عن رأي مستقل في أي شيء، وإذا ما قدر يقوم يخلق لمؤسسات البديلة، اتحاد الحر روح يخلق المؤسسات البديلة، يشرع قانون إلى تعدد النقابات، مع أن هذا موضوع مختلف عالميا، ولكن هدف هني تعدد النقابات. ليش يكون في اتحاد حر، اتحاد عام لعمال البحرين يعبر عن إرادتهم بعيد عن الإرادة الرسمية؟ لا، تعال نجيب شيء يعبر عن الإرادة الرسمية. ليش في منظمات حقوقية تعبر عن الإرادة الأهلية والرؤية الأهلية فيما يجري من انتهاكات؟ نصنع منظمات أهلية حقوقية شكلية تتبع السلطة، سمونها تعبير شائع الكونغو الغونغو كذي، مؤسسات وهمية شكلية يخلقونها الأنظمة معروفة في الدنيا كلها، لأن النظام غير في النظام الديمقراطي الممارسات مش موجودة. نظام ديمقراطي ما يجي يسوي له منظمة حقوقية كاذبة، ما يحتاجها.
ولا يحتاج مؤسسة مهندسين كاذبة، ما يحتاج. بالعكس، النظام الديمقراطي يعتمد في تطوره وفي جودة خدماته وفي تقدم المجتمع على مؤسسة المجتمع المدني، مؤسسة حرة تمارس رقابة، تمارس تطوير، تمارس جهد أهلي، أحيانا في مال يدفع فيه وأحيانا على العمل التطوعي من أجل تقدم المجتمع. يساعدون الفقراء، يساعدون المعوزين، يساعدون أصحاب الاحتياجات الخاصة، يشجعون الموهوبين. كل هذه المناحي، ليش متقدم المجتمع الأوروبي؟ في حرية مجتمع مدني إلها مشاكلها بس إلها إيجابياتها الكبيرة جدا. في الدول الاستبدادية تروح تلاحق مؤسسات المجتمع المدني وتضربها. فلأنه مستقل، لأن المجلس العلمائي مؤسسة أهلية مستقلة، لأن المجلس العلمائي انتمى إلى الهموم الشعبية المطالبة بالعدالة والمساواة، إذن يجب أن يعتدى عليه. لأنه يرفض إملاءات، وهذا جزء من الاستقلال، لأنه يرفض إملاءات السلطة، لذا حل المجلس الإسلامي العلمائي. أما دعوة ممارسة العمل السياسي أو دعوة أنه يتبنى العنف أو دعا للعنف أو التحريض على الكراهية، فهي دعاوي لا يمكن إثباتها أمام قضاء حر ومستقل أبدا، لأن أدبيات المجلس العلمائي أدبيات راقية جدا. وثيقة التعايش المشترك، نظام الأساسي، خطاباته وبياناته، مؤسسة راقية جدا منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة، لا يمكن أن تأخذ عليها السطر واحد. حلوا المجلس العلمائي، جيبوا، تعالوا خلنا نجيب قاضي مستقل يشبه بسيوني ونحط الموضوع عنده ونشوفه. إذا ثبت شيء من هذا على المجلس العلمائي بنسلم، لكنكم لن تفعلوا، لأن كل الأمر هو قرارات سياسية لتصفية حسابات في الشان السياسي. يشترك مع المجلس العلمائي في الاستهداف، أسباب الاستهداف، يشترك مع المجلس العلمائي جمعية المحامين، جمعية الأطباء، جمعية الممرضين، جمعية المعلمين، جمعية أمل وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تتماشى مع هوى السلطة. هذا هو الضابط، هذا هو ما يقف خلف هذا القرار. ماذا يمثل هذا القرار بالنسبة إلى حل المجلس العلمائي؟ ماذا يمثل هذا القرار؟ للتقريب، هذا القرار حتى بس نتصور وش صار، نقرب الصورة. هذا القرار مثل أنك تسمع بكرة أو اليوم بأن محكمة في مصر قالت بحل الأزهر الشريف، من الصبح، وإلا حل الأزهر الشريف لأن شيخ الأزهر تكلم في موافقته على الدستور الجديد أو رفضه للدستور القديم، أو لأن صدر وثيقة الأزهر إلى المبدأ للتعايش السلمي وذكر فيها أمور تصلح وثيقة سياسية اللي طلعها الأزهر، وإحنا نتبناها بالكامل من الألف إلى الياء، وندعو النظام أنه يتبناها ونحل المشكلة على ضوءها. هاي مثل كذي، نتقعد من الصبح أو تفتح راديو ويقول لك طلع قرار قضائي بحل الأزهر الشريف، طلع قرار قضائي بحل الكنيسة القبطية في مصر، طلع قرار قضائي بحل الكنيسة المارونية في لبنان، بحل المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، تم إلغاء وجود المفتي رشيد قباني في لبنان. هذا مثل هذا القرار. هذه الوجودات الإنسانية الدينية، الحق الأساسي، جدي ترى اللي صار بهذا الحجم.
والله من الصبح حكومة المالكي مطلع قرار إلغاء المؤسسة الحوزوية في النجف بتوابعها، لأن المجلس العلمائي هو مثل هذه الامتدادات، هو تنظيم لممارسة أتباع المذهب الشيعي لعقيدتهم، ما عنده شيء. احنا جزء من تأسيس المجلس العلمائي واضحين في موضوع الشأن السياسي، المجلس العلمائي لا علاقة له بممارسة السياسة، ما بيكون جزء من السياسة. هذا انكتب في بداية، تم مناقشة الرؤية حوله واضحة جدا، حتى عندما جت بعض الأفكار نتيجة للظروف التي مرت فيها البحرين، هل يدعو المجلس العلمائي لمسيرة؟ أهل المجلس العلمائي نفسهم من أسسوا المجلس العلمائي قالوا مو شغلتكم تدعون لمسيرة، أنتم تؤيدون تباركون الحراك الشعبي لأنه حراك يمشي في الحقوق الإنسانية، أنتم ما تدعون لمسيرة، أنتم ما عندكم برنامج، ما عندكم مطالب سياسية تقدمونها، في مؤسسات سياسية هي مسؤولة عن هذا، في ثورة تعبر عن نفسها وفي مؤسسات سياسية تعبر. ماذا لو حدث شيء من ذلك؟ يعني لو حدث وحلوا الأزهر الشريف بقرار قضائي، أو انحلت الحوزة العلمية في قم أو في النجف الأشرف، أو أغلقت المؤسسة الكنسية في مصر أو في لبنان أو في غيرها من البلدان، ماذا سنقول؟ سنقول إن حل الأزهر الشريف هو اعتداء على هذه المؤسسة العلمية وعلى المذهب السني، هذا ما سنقوله. وإن حل الكنيسة القبطية هو اعتداء على حقوق المسيحيين وعلى المسيحيين في مصر، وإن إغلاق الكنيسة المارونية في لبنان هو اعتداء على المسيحيين في لبنان. ولذا هذا القرار هو اعتداء رسمي ممنهج أيضا على الطائفة الشيعية في البحرين، ومصادرة لحقهم الطبيعي في حرية العقيدة وممارسة هذه العقيدة. سؤال الأخير في هذا الموضوع، هل يجعل هذا الاستهداف من الصراع في البحرين صراعا طائفيا؟ هل استهداف المجلس العلمائي يجعل من الصراع في البحرين صراع طائفي؟ الجواب المختصر كلا. الصراع في البحرين إلى مركز واحد، مركز أسرة تمتلك كامل السلطات التشريعية التنفيذية القضائية الإعلامية الأمنية، مراكز النفوذ الأخرى، في ظل تهميش كامل إلى عنوان الشعب بسنة بشيعته. الصراع التاريخي، ومنه صراع اليوم فيما يعبر عنه بثورة 14 فبراير، هو لاسترداد هذه الحقوق الأساسية الطبيعية للشعب من الأسرة، ما في صراع آخر. تستخدم أوراق طائفية، تستخدم دعاوي أمنية، تستخدم بروباغندا إعلامية من أجل عدم استرداد هذا الشعب لحقوقه، مو لأن الصراع طائفي، ما في صراع طائفي. لذا احنا ما نقول السنة أغلقوا المجلس العلمائي، لا، السلطة اعتدت على المجلس العلمائي. ايش دخل السنة؟ ما في دخل السنة، بغض النظر الآن من سيتكلم، من قام بالفعل، السلطة اعتدت على المجلس العلمائي. السلطة هدمت المساجد الشيعية، سلطة هدمت المساجد الشيعية، السلطة فصلت على أساس طائفي. فصراعنا مع السلطة التي قامت بأفعال طائفية، مو صراعنا مع طائفة أخرى، ولا صراعنا مع مذهب آخر، لا.
لذا كانت قاعد ويا الأهل قالت شوف هاي يقولون بيان من المجلس العلمائي يلبسوا الأكفان، هذه مي لغة المجلس، هي تقول هاي مو لغة المجلس العلمائي. قلت لها ولا يحتاج تقرينها لأن هذا يعني تشدب من أولها لآخرة. فكرة أن تقوم بخطوات على أمل أيضا أن تستفز، واحدة من أهدافها مثلا أن تستفز لإرباك طبيعة الصراع الموجود ونقله إلى صراع مثلا طائفي من أجل إخفاء المشكلة السياسية والهروب من استحقاقاتها، هذا الأمر ما عاد ينجح مع وعي مجلس العلماء ووعي شعب البحرين ووعي القوى السياسية مجتمعة في البحرين. لن تنحرف بوصلة الصراع في البحرين، لا احنا داخلين في حرب أهلية ولا احنا رافعين سلاح ولا بنرفع سلاح، سنستمر في مواجهة هذا القمع وهذا الاستبداد بطريقة عملية ثورية سلمية لانتزاع حقوقنا. ما بننجر إلى ما انجرت إليه المعارضة السورية أو غيرها من المعارضات. لن نحول هذا الصراع من صراع حضاري إلى صراع مسلح، من صراع سلمي إلى صراع مسلح، ما بنحوله. لن نحول هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع طائفي، ما عندنا مشاكل مع الطوائف، ما عندنا مشاكل مع الأديان. الأديان والطوائف في مناطقنا، في عقيدتنا، في فكرنا، في سلوكنا محترمة مثل بالضبط، لا فرق ولا مقدار ذرة واحدة بيننا وبين المسيحي، بيننا وبين المسلم، بيننا وبين غير المتدين في حقوق المواطنة، ما عندنا مقدار ذرة واحدة من الفرق. الدولة والمؤسسة التي نريد أن نبنيها لا تنظر إلى هذه التقسيمات إلى المجتمع، تنظر إلى وحدة البحرينيين كمواطنين بحرينيين. سيبقى هذا العنوان عنوان يمثل الاضطهاد من قبل السلطة للطائفة الشيعية في مثال صارخ كما كانت تهدم المساجد. النقطة الثانية، الإعلام الثوري. ونكتفي به ونأجل. أحد المتغيرات الرئيسية في هذا العصر هي فكرة خروج فكرة الإعلام من السيطرة الرسمية. تمتعت الأنظمة على مر التاريخ بسيطرة إعلامية على الفضاء الذي يخاطب به المجتمع الذي تحكمه، ولذلك كانت تحاول أن تمرر الأفكار وتمرر المعلومات وتمرر الأخبار التي تخدمها وتخفي المعلومات والأفكار والأمور الأخرى. مع هذه الطفرة التقنية فقدت الأنظمة جميعها بما فيها النظام الاستبدادي، يعني مو بس النظام الجسم، يعني لو ما كان هذه التقنية موجودة وكليكس يصير يضرب الأمريكيين، سنودن يطلع يضرب الأمريكيين، ما عاد يطلع. مع هذا الأمر صار ملايين الوثائق الأمريكية على النت موجودة، وصار بالإمكان أن يخلق شخص واحد إلى أكبر أجهزة أمن في العالم مشكلة ما لأول إلى آخر، ويسوي مشكلة بين ميركل وبين أوباما، واحد اسمه سنودن. انتهت سيطرة الإعلام الرسمي على المعلومة واحتكار المعلومة ونشر المعلومة وإيصالها إلى الناس، وهذا متغير رئيسي لمسناه بأيدينا، كنا لمسناه خصوصا في ظل الثورات العربية، وكيف ساهم الانترنت بشكل عام والمواقع المختلفة أهمها الفيسبوك والتويتر، وفي موضوع مواجهة الإعلام الرسمي. مواجهة الإعلام الرسمي كان إعلام إلى اللحظة يعني ما قبل الأخيرة كان يمجد في مبارك وكان يذكر الإنجازات، وكان شو اسمه هذا لين مجموعة مخربين، مجموعة مخربين لازم مكانهم السجن. هذا الإعلام هو اللي استطاع أن يوجد صورة أكثر واقعية من الإعلام الرسمي. النقطة الثانية، ضرورة استثمار هذه الإمكانية الإعلامية الحديثة لصالح الخير، لصالح الثورة بالنسبة لنا، لصالح التغييرات الإيجابية.
النقطة الثالثة تندمج ضمن الضرورة الثانية، ضرورة تعلم استخدام وسائل الإعلام الحديثة المتاحة في المطالبة بالتغيير. ضرورة تعلمها مني ومنكم، يعني هذا الحين واجبات مباشرة شخصية، وإحنا كبار شعرفنا ما يبقى لها شيء، ما يبقى لها شيء. أكيد أنا أقول لك يعني زوجتي تعرف أن أكثر من عندي 20 مرة، بس أنا أعرف على الحق الحد الأدنى، حد الأدنى أعرف، أروح أسوي الحد الأدنى. زين أنا ما أعرف أسوي لي موقع، أوكي أنت ما تعرف تسوي لك موقع، بنتك تعرف تسوي الموقع، ولدك يعرف تسوي الموقع، أنت بس استخدمه اكتب فيه أكثر، وهذا اللي يصير. هم يعرفون ده لأن الأولاد يعرفون، هلا يسوون لك موقع باسمك تويتر، أنا أسوي موقع تويتر، أنت سوي موقع تويتر، إيه أنت ليش لا تسمعني الآن كل الأعمار، ليش ما تسوي لك موقع تويتر، ليش ما تسوي لك موقع فيسبوك؟ مو عندنا مسؤولية اسمها الثورة، مطالب عادلة، حقوق، انتهاكات، عندك مسؤولية أنك تشارك فيها، عندك مسؤولية أنك تشارك فيها، وعندك الإمكانية. إذا نروح بالدقة هي تقصير لما يسوي هذا الموضوع، أنت مقصر في حق نفسك، مقصر في حق جارك، مقصر في حق الناس المظلومين. إذا تقدر تقول كلمة، تقدر تحط صورة لجريح بس. النقطة الرابعة منسجمة، الابتعاد عن السلبية في الانترنت. اي انا سويت موقع زين، بس موقع مالك مو بس تقرأ فيه، مو بس تقرأ وش قاعد يكتبون الاخرين، انت بعد اكتب لك سطرين، انت اكتب لك سطرين، بس انا مو كاتب وانت مو كاتب، مش مطلوب في هذا الاعلام ان تكون كلماتك منمقة، مش مطلوب في هذا الاعلام مقال وختمة وتحليل، مش مطلوب هذا، مطلوب في هذا الإعلام وهي أمر سوف أؤكد عليه بعدين، صدقية، بس الصدق، ما مطلوب أكثر من الصدق بس، ما تحتاج تتفلسف ولا إيه عالي محاصرة، أنا جيت أدخل عالي شفتها محاصرة بس، هذا هو الإعلام. والناس ما تبقى اليوم هذا الخبر المفبرك والش اسمه هذا للمطنزة، هذه الإعلام الرسمي صاير للمطنزة للتندر عند الجميع. اليوم أقرأ نكات طرشنا واحد سمونا أبو نبيل، دائما يحاول يخفف على الناس فيقول لازم قرأ ولازم تضحك، فواحدة من النكات الآن خطر في بالي هيك، قال لي ما في مشكلة، جاب اسم قناة، قناة ثانية في بلد معين، قال ما في مشكلة تسبح لأن ما حد طالعك انت بروحك، هو على الهواء بس من سوء الإعلام الرسمي ما حد. ما. هناك أحبائي من يسمع كلامي في المسجد، من يسمع كلامي برا المسجد، هناك شخصيات نسائية شبابية، أولاد بنات كبار في السن صغار، استطاعوا أن يتركون بصمة أساسية رئيسية مؤثرة في حياة البحرين. وين وائل غنيم؟ أنا صوته ما يطلع لأن مصر مخبوصة، بس استطاع شخص أن يترك أثر ثوري هائل في مصر بفعل هذه الإمكانيات. أنا ما بأذكر الآن في البحرين لأن عندي عشرات المصادق من الشباب نساء ورجال استطاعوا أن يشكلون فارق. ما تصير الصحيفة الصفراء هي الغالبة، هم غالبين الصحيفة الصفراء، هم يحطون الحقائق أمام الناس أمام العالم، هم يثبتون الهمم ويثيرون العزائم. كنا نقدر نسوي هذا الموضوع، كنا نقدر نساهم في هذا الموضوع، في نماذج كبيرة في هذا الاتجاه ومؤثرة. وإذا لا سمح الله لو غابت هذه، وش لذا ليش يلاحقها النظام ويعتقلها بتهمة إهانة فلان وإهانة فلتان وكذا من أجل تسكير هذه المنابر، وما تشكل من زخم ثوري، وما تشكل من استمرار، وما تشكل من عطاء، وما تشكل من عناصر وتقوية الشسمة. اخلق إلى بدل 10 100 وبدل 1000 10000 وخلي يستسلم،
تكون قادرين على أن تفعلون هذا. إيدك الوسيلة في إيدك. كم تطبع أعلى صحيفة في البحرين؟ كم تطبع؟ 7,000 8,000؟ كم يقرأ منها؟ ما في شيء يقرأ منها. تتويتا مالتك يقرأونها 20,000 30,000 إذا، وما تحتاج تعرفك. مع أني سأوصي يكون لنا وجوه مكشوفة. هذا العمل الثوري الذي نقوم فيه ما في داعي نحط عليه ماسك، نحط عليه قناع، ما في داعي لقناع، ما في داعي لقناع. حط اسمك وحط صورتك واطلع وقول هاي وجهة نظري، حط صورتك واطلع بمصداقيتك وقول هاي وجهة نظري. سيأتي التأكيد، لا تقول شيء خارج المصداقية، بس اكشف عن نفسك. وخلنا نصنع إلى 20,000 30,000 موقع، بحيث ما يفيد إذا اعتقل نبيل رجب لأن عنده تويت. في 20,000 نبيل رجب. المطلوب في الإعلام الثوري تحري المصداقية والدقة فيما يطرح وينقله على النظام قبل على غيره. مو الإعلام الثوري يجوز ليه إنه يقول والله قتلوا هم ما قتلوا، سرقوا هم ما سرقوا، بس إذا سرقوا خشة بصل حط صورتها. مش من عندي، هلا سووا جماعة. إذا سرق شو اسمه فلاجة السمك وصورتها، قال سرق ثلاجة السمك وهي صورتها. إذا جو سرق الذهب من البيت، قول والله هذا اللي سووه سرق الذهب من البيت وهي صورة اللي سووه. خلها مصداقية، لا تزيد ولا نقطة واحدة ولا مقدار ذرة واحدة على ما جرى من حقيقة. تراقب الله سبحانه وتعالى قبل أي أحد، قبل لا تفكر في المحكمة وقبل لا تفكر في كذا، تفكر في الله سبحانه وتعالى. إحنا نمارس عملنا الثوري، نمارس عملنا المطلبي، نمارس عملنا فوق هذا العمل القيود الشرعية. مو النظام يحدني، يحدني الله سبحانه وتعالى قبل النظام. عندما أفكر أن أصيغ صياغة فيها كذب حتى استدرار عواطف المجتمع الدولي أو المجتمع البحريني أو إثارة شسمة، أراقب الله قبل، لأن الله بيسألني عن هذا، لأن أنا مسؤول عن كل كلمة أطلقها. النقطة الثانية، عدم الإساءة في هذه الوسائل وعدم تصفية الحسابات الشخصية الفئوية، قرية وقرية، حزب وحزب. اتركوا هاي المساحات، اشتغلوا بما يرفع هذه المطالب وبما يرفع هذا الوطن. أما حاط بالك على فلان مغرد ومعلق عليه ورايح مشربك فيهم، ترك، افتح أفق نفسك وأفق عقلك وأفق قلبك. اوكي تختلف معه، اختلف معه، بس مو هو اللي ماخذ حقك. لا تكبر المسألة واجد معه، لا تخلق معارك وهمية إلى نفسك وتشغل الناس فيها. الابتعاد عن الصراعات والمهاترات بين الفصائل وبين الشخصيات وبين المواقع الثورية. النقطة الرابعة، التعاون والتنسيق بين المواقع الثورية المختلفة لخدمة قضايا الثورة والمطالبة بالتغيير. شعروا أنكم جسد واحد، ممكن تختلف في السقف، بس ما تختلف في الحاجة إلى التغيير الحقيقي والجدي، اشتغل عليه. ما تختلف في ضرورة محاصرة الانتهاكات، اشتغل عليها، نسق، اعمل. مو لازم بس الوفاق بروحها تقوم تسوي حملة، خل كل المواقع الإلكترونية في البحرين تتفق على حملة معينة. فري نبيل رجب، اطلاق نبيل رجب، اطلاق سراح المعتقلين، ضد هذا الفعل، ضد ذاك الفعل، ضد محاكمة أمل، ضد محاكمة، الجميع يشترك فيها. شوف في أوكرانيا الآن، قبل كم يوم مسوين هاي الحملة، حملة مراسلين أوباما، مراسلين الدنيا كلها، مراسلين كل الرؤساء، مسوين التوب تويت، مسوين كل شيء، على قاعدين هناك في هالبارت وشغلوا الدنيا كلها بمطلبهم. وإحنا مطلوب من عندنا بعض الأحيان ينفتح، على سبيل المثال شوف تقصيرنا، ينفتح باب السؤال إلى رئيس الوزراء البريطاني عن موضوع البحرين على الانترنت. كم عدد الأسئلة؟ 100 سؤال؟ شو 100 سؤال؟
هو ما فتح باب الأسئلة. حساب أوباما موجود، حساب كل الرؤساء موجودين. يا أخي حدد موعد 14 فبراير، ليلة 14 فبراير، ليلة 15 فبراير، ليلة 20 ديسمبر، أي شيء سوى، واتفقوا كلكم وغرقوهم بعشرات الآلاف، حملوهم مسؤوليتهم الإخلاقية، مسؤوليتهم السياسية. شعب، أنت شعب، ثورة مو بس وظيفة الجمعيات السياسية تبعث رسالة، شعب، اتفقوا كلكم تبعثون مثل ما مسوينا الآن الأوكرانيين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم املأ قلوبنا محبة وعفوا وتسامحا لأحبتنا في هذا الوطن ممن ظلمنا قبل من نصفنا. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.